في صنعاء. موضوع المبادرة الخليجية والأنباء والتسريبات التي أشارت إلى أن المعارضة اليوم الحزبية في اليمن تتحاور مع مفدي النظام اليمني والحديث عن المبادرة الخليجية. كنت أريد أن أؤجل هذا النقاش لكننا مضطرون الآن للخوض فيه بشكل مفصل. هل الآن السقف المطروح هو التوقيع المبادرة الخليجية؟ عفوا أخي، قبل أن أجيب على سؤالك فيما يخص الأحزاب السياسية وموقفها من المبادرة الخليجية، أنا أتعجب من كلام من الأستاذ الهتار وهو من أوائل من انضم إلى الثورة الشبابية الشعبية بأنه يتحدث عن نظام ولا يتحدث عن نظام مخلوع أو نظام انتهى. يقول الرئيس علي عبد الله صالح وهو المخلوع علي عبد الله صالح، يتحدث عن أطراف، يتحدث عن مبادرة، تتحدث تدعو الأطراف ولا كأن هناك ثورة شبابية شعبية يعني. وبالتالي هنا يعني تظهر المأزق الذي أدخلتنا فيها المبادرة الخليجية هذا، والتي كان فيها يعني ساعديها للأسف الشديد هم الأحزاب اللقاء المشترك وكذلك يعني شبكات المحسوبية. وأعتقد أن الأستاذ الهتار وأنا مع احترامي وتقديري لأستاذنا الفاضل ويعني تربطني به علاقة ود، لكن أنا أشعر أن كثير من شبكات المحسوبية هؤلاء الذين معانا في الثورة، هؤلاء الذين لا يعترفون بأنه يعني يسيرون بنفس التمنع الذي تسير فيه أحزاب اللقاء المشترك والذي يسير فيه كذلك الإخوة في دول الخليج أو الخارج، يعني حقيقة هذا يعيق الثورة اليمنية ويعيق إعلان الحسم. أنا أقول لك يا أستاذي، ما الذي يواجه يعني جواب لسؤالك العريض الذي كان في الإعلان، حق الإعلان الذي يعني إعلان الحلقة، إنه لماذا تأخر الحسم؟ أنا المشكلة عندنا هنا قبل الحسم أستاذ توكل، إعلان الحسم قبل الحسم ولم يتأخر إذا سمحت لي قبل الحسم. تفضل. الآن تفضل. المبادرة الخليجية مطروحة وإن وقعها اللقاء المشترك سينتهي الأمر. المبادرة الخليجية نعم، عموما اللقاء المشترك أصلا موقعها، اللقاء المشترك موقعها وهو يطالب بتنفيذها يوما بعد آخر. هذه هي الحقيقة المؤسفة، والمؤسف أن هذه المبادرة وآليات بن عمر هذه التي لم تعر أي اعتبار لدماء الشهداء ولدماء الجرحى ولنضال أكثر من 8 أشهر، شعب ينام على الرصيف لأكثر من 8 أشهر لا يستحق الحرية ولا يستحق الكرامة ولا يستحق أن تعترف بأن هذه ثورة وتحول من ثورة إلى أزمة بين أطراف. هنا هذه الجريمة. حين يتحدث المبادرة الخليجية وآليات بن عمر الذي نحن الآن نخاطبه عبر الجزيرة، نقول عليك أن ترحل الآن، عليك أن تحزم حقائبك وترحل أنت والزياني، لأنكم تشرعنوا للقتل. أنتم تمنحوا غطاء أخلاقي لكل هذا القتل ولكل هذا الدمار. أنتم تنزعوا الشرعية الأخلاقية عن ثورتنا حينما أقررتم بأن هناك ضمانات تمنح للقتلة وللفاسدين. حين تتحدث عن مبادرة تقول آلية بن عمر في البند الأول، مع أنه إحنا في الثورة الشبابية الشعبية نقول لا تعنينا هذه المبادرة، لكن لأننا الآن في برنامج في العمق نحتاج إلى مناقشة بعض الأشياء. هذه المبادرة فعلا لا تعنينا والمفروض أن لا نناقشها، لكن شوف المبادرة وآلية بن عمر في البند الأول تتحدث عن أنه علي عبد الله صالح يدعو إلى انتخابات، وهكذا يدعو الرئيس علي عبد الله صالح إلى انتخابات رئاسية ويفوض نائبه. بأي حق وبأي صفة؟ هو لا يحمل صفة، نحن نراه مخلوعا ولا يمتلك أي حق لكي يدعو إلى انتخابات رئاسية. تتحدث هذه المبادرة أو آلية بن عمر عن انتخابات رئاسية إلى نهاية 2013، يعني خلال 3 أشهر. إيش من انتخابات خلال 3 أشهر؟ إذا كنا رفضنا هذه الانتخابات قبل الثورة رفضناها خلال 6 أشهر في ظل يعني سجلات مزورة وغير ذلك، كيف ممكن أننا نفعل هذه الانتخابات؟ وضحت النقطة أستاذة توكل. إلا وإن هناك عفوا أستاذ علي، أنا أريد أن هناك رئيس مطبوخ يراد أن يوضع هكذا بعد 3 أشهر. هناك رئيس لا انتخابات ولا بطيخ، هو رئيس مطبوخ يراد أن يوضع خلال 3 أشهر. هذه هي الحكاية. طيب. وما فيها. وبالتالي نحن نرفض هذه المبادرة ونرفض من جاءوا بها، نقول لهم ارحلوا عنا، نحن أقدر على تحقيق أهداف. طيب سيد حمود، شبابنا قوي، شعبنا أبي، ثورتنا فعلا هي الأنبل والأنقى والأقوى. سيد حمود، الآن الإشكالية في مسألة يعني قضية المراوغة من قبل الرئيس في إتمام موضوع المبادرة الخليجية، أم في أن المبادرة الخليجية بذاتها هي مقبولة أم لا؟
أولا أنا أتفق مع الأستاذة توكل كرمان فيما طرحت من أن نصوص المبادرة الخليجية أو بعض نصوصها قد تجاوزها الزمن، وأنه لا بد من تعديل لتلك المبادرة بما يتيح فرصة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وإجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك التصحيح، لأن أي انتخابات تتم دون مراجعة جداول الناخبين فإنها ستكون استنساخا للواقع ولن تأتي بجديد. الحديث عن المبادرة الخليجية لا يعني أني مقتنع بها، لكن أنا أتحدث عن وقائع موجودة، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي موجود في صنعاء، ومندوب الأمين العام للأمم المتحدة كذلك، ونحن نقول لو أراد الرئيس المخرج الآمن له وللوطن كان يمكنه أن يوقع على تلك المبادرة في شهر مايو، لكنه ظل يماطل ويسوف في التوقيع عليها. وآخر ما سمعناه، بل وأغرب ما سمعناه، أنه يفوض نائبه بالحوار مع المعارضة حول آلية تنفيذ تلك المبادرة. كان الأحرى به أن يوقع على المبادرة ثم يترك لنائبه الحوار مع المعارضة حول آلية تنفيذها، لكن أن يحجب على النائب ممارسة صلاحياته، لأنه وفقا للدستور والقوانين النافذة النائب يعاون الرئيس في مهامه عند حضوره ويحل محله عند غيابه دون حاجة إلى تفويض، وفي كافة صلاحياته المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة ليس بحاجة إلى تفويض من الرئيس، طالما وأن الرئيس خارج الوطن فله كامل الصلاحيات التي قررها الدستور للرئيس، خاصة وأن الرئيس خارج الوطن ولم يستثني اختصاصا من الاختصاصات على النائب حتى يحول بينه وبين ممارسة تلك الاختصاصات. نحن ندعو إلى حل سلمي، ونقول بل ونشدد على أن تبقى الثورة سلمية، إمكانية الحسم سلميا وعسكريا واردة في اليمن، لأنه كما تعلمون الشعب أثبت صمودا كبيرا خلال 7 أشهر الماضية وترابطا قويا، وهناك قوات موالية للثورة، والشعب اليمني لديه أكثر من 60 مليون قطعة سلاح. القدرة على الحسم موجودة، لكننا ندعو للمحافظة على السلمية، وندعو إخواننا الثوار ألا ينجروا إلى العنف مهما كانت. طيب دعني سيد حمود، يجب أن يحافظوا على السلمية. سيد الهتار، يجب أن يحافظوا على السلمية، يجب أن يحافظوا على السلمية. يعني هو الغريب أنه واضح أن الثورة تحاول أن الحفاظ على طبيعتها السلمية، لكن ثمة من يتحدى ويستفز هذه السلمية من قبل النظام ويقتل الناس، وشاهدنا هذا الأمر على الهواء مباشرة في كل شاشات التلفزيونات. سنتحدث عن الحسم الثوري وكيفية التصعيد أيضا في هذه الاحتجاجات وصولا لنقطة التغيير المطلوبة من قبل المحتجين في اليمن، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا.